تساءل نقول هل تتفق مع من يقول أن إيران ومع قرب يعني هذا الحدث تحديدا عندما سمعناه من إيران أنه مع قرب أي جولة للمحادثات تتجه إيران إلى التصعيد أكثر؟ أخرى طبعا لا أعتقد يعني إيران تحاول التصعيد سواء نحن متجهون نحو المفاوضات أو الاستمرار في المفاوضات أو في أي ظروف أخرى. يعني طبعا ما تقوله طهران أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول يعني الاستمرار في الضغوط الاقتصادية على طهران. طبعا تعتقد الولايات المتحدة أن هذه الضغوط الاقتصادية هي التي ستدمر الاقتصاد الإيراني وستجعل إيران تعود للمفاوضات وفق القياسات التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية. فبكل تأكيد يعني عندما طهران لم يبقى أمامها إلا مواجهة هذه السياسة الأمريكية وهي تعرف يعني ماذا تفعل. الولايات المتحدة تحاول يعني صد الصين لكن مواجهة عذرا بأي طريقة؟ يعني ربما البعض سيتساءل مواجهة بأي طريقة ستكون؟ هل ستكون مثلا بطريقة عسكرية أم ماذا؟ لا يعني نحن لا نريد مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع أي طرف آخر. نحن نريد الأمن والاستقرار بكل تأكيد للمنطقة. هذا لا يخدم مصالح إيران أي مواجهة عسكرية، ولكن يعني أنت عندما تواجه هذه الضغوط طبعا الولايات المتحدة تريد خنق الشعب الإيراني. طبعا ترامب كل العالم يعرف أنه قال أن ضغوطه الاقتصادية لن تمارس على أي شعب وعلى أي دولة قبل هذه الممارسة التي استخدمها. طبعا يعني أنت ماذا تفعل؟ يعني أنت كحكومة في إيران وكجيش وكحرس ثوري هل تستسلم أو يعني تضع يد على يد وتنظر إلى أن يموت هذا الشعب جوعا كما يعني فعلوا في التسعينات مع العراق؟ يعني لا يمكن أن نقبل بهذه السياسة، خاصة إذا لديك يعني قوة. طبعا